تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة من الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله عرب فيها عن أصدق تعازيه ومواساته سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته